مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني عشر علمي. اليوم إن شاء الله بندرس درس جديد من دروس مادة الكيمياء، هو عناصر المجموعة السابعة أو السبعتاشر والتي تعرف باسم الهالوجينات. زي ما احنا عارفين ان كلمة هالوجينات تعني مكونات الأملاح. ما هي عناصر المجموعة السابعة وما تركيبها الإلكتروني؟ عناصر المجموعة السابعة تركيبها الإلكتروني زي ما احنا عارفين NS2 NB5 NS2 NB5. تشمل عناصر المجموعة السبعة الفلور، الكلور، البروم، اليود، الاستاتين، وعنصر يسمى تينيسين، وده عنصر مشع، كذلك الاستاتين عنصر مشع، ولكن بفرق بالاتنين زي ما نشوف: فلورين، كلورين، برومين، ايودين، استاتين، تينيسين. تقع الهالوجينات اقصى يمين الجدول الدوري. زي ما قلنا تركيبها الكتروني NS2 NB5، وهي جميعها لافت للذات، جميعها عوامل مؤكسده. اكثر العناصر في الميل الكتروني السلبيه الكهربيه، زي ما احنا قلنا اكثر عنصر سلبيه كهربيه هو الفلورين، تأخذ جميعها حالة تأكسد سالب 2، ولكن في 2 منها بياخدوا حالة تأكسد موجب 7 وهما الكلور واليود. جميع العناصر النوعية الموجودة في المجموعة السبعة مواد سامة، نشطة كيميائيا، خطرة، زي ما قلنا عوامل مؤكسدة، ولكن جميع الهالوجينات جزيئاتها ثنائية الذرة. الفلور F2، الكلور Cl2، دول اثنين غازات في دارة ثلاث غرفة، بينما البروم سائل واليود صلب. معروف ان الجدول الدوري كاملا في عنصرين كلاهما سائل، هما البروم والزئبق. طبعا الاستاتين عنصر مشع، كذلك التينيسين عنصر مشع. عندما تكون عناصر المجموعة السبعة في هيئة مركبات تكون هامة جدا، زي ما احنا عارفين كلوريد الصوديوم، ملح الطعام، يوديد الصوديوم كذلك، ملح الطعام في الجسم، كلوريد الصوديوم يستخدم في معجون الأسنان، يساعد على منع التسوس. هايبوكلوريد صوديوم NaClO لو عبارة عن كلوريد صوديوم مع ذرة أكسجين NaOCl أو NaClO، ده معروف إن هو مبيض الملابس، لأنه يأكسد البقع ويجعل الملابس نظيفة ونصافة. لما أقول لك سؤال فسر، يستخدم هايبوكلوريد الصوديوم في تبييض الملابس لأنه يأكسد البقع ويجعل الملابس نظيفة ونصافة. طبعا اليود الموجود في الملح مهم جدا، يستخدم في علاج الغدة الدرقية. بالهالوجينات حالتها النقية مواد سامة، نشطة كيميائيا، خطرة، عوامل مؤكسدة، ولكن عندما تكون في هيئة مركبات كلوريد الصوديوم يدخل في معجون الأسنان لمنع التسوس. هايبوكلوريد صوديوم يستخدم في تبييض الملابس لأنه يأكسد البقع ويجعل الملابس نظيفة ونصفة.
لما نشوف الجدول ده زي بيبين ان الفلور معروف، احنا عارفين ان الفلور اعلى العناصر السلبيه الكهربائيه، غاز سام اصفر اللون او لونه اصفر اللون، الكلور اصفر مخدر سام، البروم احمر وهو سائل بني كثيف، اليود صلب اسود او رمادي او بنفسجي هندسي، الاستاتين عنصر مشع طبيعي بينما التينسين عنصر مشع صناعي، والفلور غاز لون اصفر، كلور اصفر مخدر، البروم بني كثيف، اليود صلب رمادي ولكن عند التسخين بنفسجي، بينما الاستاتين عنصر مشع طبيعي نادر الوجود، والتينسين مشع صناعي. لما يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ اي عناصر المجموعه السبعه ايه او 17 عنصر مشع طبيعي؟ قالوا الاستاتين. اي عناصر المجموعه السبعه ايه عنصر مشع صناعي؟ التينسين. زي ما احنا عارفين تزداد درجه الغليان والانصهار لعناصر المجموعه السبعه من اعلى الى اسفل، تزداد درجه الغليان والانصهار لعناصر المجموعه السبعه من اعلى الى اسفل لزياده قوى لندن التشتتيه لزياده الكتله الذريه. يقول لك فسر، تزداد درجه غليان وانصهار الهالوجينات من اعلى الى اسفل في المجموعه السبعه، او لزياده قوى لندن التشتتيه لزياده الكتله الذريه والحجم الذري. يقل النشاط الكيميائي للهالوجينات من اعلى الى اسفل بزياده نصف القطر. بكل ما اتجهنا من اعلى الى اسفل بيقل النشاط الكيميائي للهالوجينات. ده معناه ان الفلور هو انشط الهالوجينات واليود اقلها نشاطا. الفلور انشط هالوجين، كذلك الفلور اعلى سلبيه كهربائيه، كلما اتجهنا من اعلى الاسفل تقل السلبيه الكهربائيه. اقوى الهيروجينات كعامل مؤثر هو الفلور. يعني معنى كده كلما اتجهنا من اعلى الى اسفل في المجموعه السبعه تقل قوه الهيروجين كعامل مؤثر. فبيقول لك ما العلاقه بين قوه الهيروجين كعامل مؤثر ونصف القطر؟ اقول له علاقه عكسيه، كلما قل نصف قطر الهيدروجين زادت قدرته على جذب الالكترونات، صار عامل مؤكسد قوي. فاقوى الهيدروجينات عامل مؤكسد هو الفلور، واقل الهيدروجينات كعامل مؤكسد هو اليود. اقوى اكثر الهيدروجينات نشاطا هو الفلور، واقلها نشاطا اليود، بينما اعلى الهيدروجينات درجة انصهار هو اليود وأقلها هو الفلور زي ما نشوف. فسر الفلور والكلور كلاهما غاز، بينما البروم سائل واليود صلب في درجة حرارة الغرفة. السؤال بصيغة ثانية، تزداد درجة غليان وانصهار الهيدروجينات كلما اتجهنا أسفل المجموعة السبعة. ده معناه ان اعلى هيدروجين درجة انصهار هو اليود، واقلها درجة انصهار هو الفلور. من اعلى الاسهم في المجموعة السبعة تزداد قوى لندن التشتتية بزيادة العرض الذري والحجم الذري والكتلة الذرية. يرتب الهيدروجينات تنازليا حسب درجة الغليان والانصهار. كله الأقل انصهار هو الفلور، الأعلى انصهار هو اليود. فلور غاز، فلور غاز، فلور سائل اليود. طيب لماذا فسر
الهالوجينات توجد على هيئة جزيئات ثنائية الذرة. زي ما احنا عارفين ان الهالوجينات تحتوي في غلاف التكافؤ على 7 إلكترون، فتحتاج لإلكترون واحد للوصول للتركيب الثماني، فترتبط مع ذرة أخرى بربطة تساهمية أحادية. بل الهالوجينات مزيئتها ثنائية الذرة بتاني لأن تحتوي على 7 إلكترون في المستوى الأخير، فتحتاج لإلكترون واحد للوصول للتركيب الثماني السابق آخر باص خامل، فترتبط مع ذرة أخرى بربطة تساهمية أحادية. طيب سؤال تاني، فسر الأبوة التي تحتوي على البروم السائل تبدو دائما ممتلئة تقريبا. الأبوة التي تحتوي على البروم السائل تبدو دائما ممتلئة تقريبا لأن أبخرة البروم ستملأ الفراغ وتتركز فوق سطح البروم السائل. أبخرة البروم ستملأ الفراغ وتتركز فوق سطح البروم السائل حيث يتكون بخار البروم السام على هيئة غاز بني داكن. السؤال الثاني، فسر العبوة التي تحتوي على البروم السائل تبدو دائما ممتلئة تقريبا. السبب في الجواب لأن أبخرة البروم ستملأ الفراغ وتتركز فوق سطح البروم السائل حيث تكون بخار البروم السام في هيئة غاز بني داكن. فسر، يجب أخذ الحذر والحيطة عند تسخين عينات من بلورات اليود باستخدام موقد كحولي. لما نيجي نسخن اليود باستخدام موقد كحولي يجب تسخين بلورات اليود داخل خزانة الغاز أو خزانة الأبخرة لكي لا يتسرب بخار اليود السام من وعاء التبروم. بين سؤال تاني، العبوة اللي فيها بروم السائل تبدو دائما ممتلئة لأن أبخرة البروم ستملأ الفراغ المحيط بسطح البروم السائل ويتكون بخار البروم السام ذات اللون البني الداكن. عند تسخين بلورات اليود يجب توضع داخل خزانة الأبخرة لكي لا يتسرب بخار اليود السام. طيب سؤال تاني، تفسر عند تسخين ضوء رق بداخله بلورات اليود يوضع على الصحن الزجاجي المغطى له تلج. زي ما احنا شايفين كده لما نيجي نسخن دور في بلورات يود يجب وضع تلج على الصحن الزجاجي المغطى له. ليه بنحط تلج على الصحن الزجاجي المغطى له؟ لان زي ما احنا عارفين ان بخار اليود سام، تفارد التلج ايه؟ لكي تقوم بتبريد البخار الناتج وتكثيفه، لكي تقوم بتبريد البخار الناتج وتكثيفه على شكل بلورات يود مخية لأن بخار اليود غاز سام بنفس اللون. فلما نسخن بلورات يود يتم التسخين داخل خزانة الأبخرة كي لا يتسرب بخار اليود السام. عند تسخين دورق بداخله بلورات يود يجب وضع ثلج على الغطاء المغطي للدورق لكي يعمل الثلج على تبريد بخار اليود الناتج وتكثيفه على شكل بلورات يود نقية ذات لون بنفسجي. فسر البروم واليود كليهما يمتلكان ضغطا بخاريا مرتفعا جدا. لماذا البروم واليود لهما ضغط بخاري مرتفع جدا؟ اولا لانها جزيئات غير قطبيه ثنائيه الذره. البروم واليود لهما ضغط بخاري مرتفع جدا لانهما جزيئان
غير قطبيان ثنائي الزر. نمرة بقى لضعف قط ربط بين بزاد. لما نفسر لماذا البروم والوليوم درجان ضغط بخارة عال جدا؟ هنقول له لأن كل منهما وذي غير قطب ثنائي الزر. نمرة اثنين ضعف قط ترابط بين البزاد. ان شاء الله تقروا الكلام ده، واللي عنده اي مسائل يا شباب يسأل ويستفسر. مع عشرة تمنيات بالتوفيق من الأندلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.